بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب عليكم. اللي اتطلب مننا اللي هي الشاورما الملفوفه مع العيش القيصر ايام الخميس والجمعه ايام اجازه الاولاد، وازاي نقدر نعملها، وهنقول على التتبيله وهنعمل بقى التتبيله دلوقتي واحده واحده، ونلف ونسوي ونقطع ونعمل مع بعض سلطه الطحينه ونشوف الدنيا فيها ايه. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان احنا لما نيجي نعمل بالطريقه ديت اللي انا هعملها مع حضراتكم دلوقتي، بكون محتاج اللحمه او الفراخ بالصوره اللي حضراتكم شايفينها ديت، اللي هي تكون متقطعه بفتيك، سواء لحمه او فراخ، تكون متقطعه بفتيك اللي هي اللحمه او الفراخ. اللحمه او الفراخ لما يتقطعوا منسي او شرايح ويتعملوا بيبقوا ميه، فبالتالي بتبقى قلت لكم عامله زي الكرتون، انا عايزها تكون جوسي شويه معايا. بيكون عندي المقادير بتاعتنا اللي هنزلها دلوقتي، جزء من اللي كده، وهو دي ريحه الشاورما بتاعت اللحمه او الفراخ المميزه. زي ما قلت لكم ان اللي بتسيح وبتنزل على الفراخ او على اللحمه، منها بتطريها ومنها بتديها الريحه الحلوه المميزه. عايزين نشيل اللي هي نشيلها، لكن اللحمه هتبقى منكم ناشفه زي الكرتون. دي مجرد انها بتدي الطعم بتاع بره. اتفقنا؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، في ناس لما بتيجي تشوي الفراخ وعامله دايت فبتشيل الجلد. الجلد هو اللي بيحمي طبقه اللحم اللي جوه ما تنشفش، وبيديها نوع من انواع الجوس انها تبقى طريه في الاكل. فبعد ما نشوي نقدر بعد كده ان احنا نعمل فيها ايه؟ نقدر بعد كده ان احنا نشيل الجلد بتاعها. هننزل بالمقادير دلوقتي مع مخرجنا الرائع ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه وهتعمل معنا ايه. مقاديرنا هنعملها مع بعض واقول لكم التتبيله بنعملها ازاي، وامرها سهل وامرها بسيط جدا. شاورما لحمه او فراخ السوري، نقرا المقادير كده ونشوف مع بعض ايه. يكون عندي طبعا خبز الكايزر او خبز اللي هو السوري زي ما حضراتكم عايزين. كيلو لحمه او نص كيلو، كيلو فليه فراخ او نص كيلو برضه زي ما حضراتكم عايزين. ربع كيلو ليا لكل كيلو لحم. خلاص؟ ربع كيلو 100 جرام زي ما انتم عايزين يعني، بس انا بديكم الايه؟ الحدود اللي هي هتريحكم جدا في الشغل. التتبيله بقى بتاعتنا عباره عن ايه عشان نعملها مع بعض ونشوف الدنيا هتعمل معانا ايه؟ عباره عن بصلتين يكونوا عندي. 4 فص توم، معلقه صغيره حبهان مطحون، ويا سلام لو الحبهان فريش كده وليه ريحه مميزه. معلقه صغيره بهارات عاديه خالص مفيش حاجه، والعطارين سامعيني دلوقتي اسمها بهارات لحمه او بهارات فراخ او بهارات شاورما، هي ليله واحده. معلقه صغيره من القرفه، لو كانت اللحمه بلدي ممكن ما نحطش قرفه على فكره، يعني انا عايز اقول لكم كتر البهارات اللي بيدوها وبينقعوا اللحمه من بالليل في الميه، عشان لان بيبقى بال 100 وال 200 كيلو لحمه، عشان تنزل الدم اللي فيها واللون يفتح معانا. نص كوبايه خل، ملح، فلفل اسود. بعد كده ايه يا استاذنا الرائع العبقري الاستاذ عمرو؟ للتقديم بقى بيبقى معايا بصل، معايا فلفل الوان، طماطم، بقدونس، الحاجات المتقطعه ورا ديت، بقدونس، كوبايه طحينه، هنعمل الطحينه دلوقتي مع بعض. بيكون عندي مايونيز، عندي مستردة، زي ما انا عايز بعمل، زي ما انا عايز بعمل. طيب يلا بينا، يلا بينا مع بعض كده واحده واحده ونشوف مع بعض الدنيا فيها، عشان في الاخر هتلاقوا الدنيا معاكم زي الفل ان شاء الله. ادي اللي هي هيت، وادي الفراخ مالناش دعوه بيها، وادي اللحمه مالناش دعوه بيها. بنعمل ايه بقى؟ بنيجي على الخلاط كده، هي دي بقى اللي تنفع في الخلاط، يعني هي دي الموضوع ده، التتبيله دي اللي تنفع في الخلاط. ادي التوم موجود اهو، ها خلاص اهو زي ما هو سليم، وادي البصله بالشكل ده. وبعدين ادي هنا الليله كلها اللي هو البهارات مع الحبهان المطحون، ممكن سنه كمون، ممكن سنه كزبره، خلي لي ده عشان هحتاجه. وادي بقيه التوابل اللي عندنا، وادي الخل،
وادي الملح وادي الفلفل الاسود. احنا كده حطينا الخليط كله مع بعضه وهياخد مني نص كوبايه ميه. بما ان انا عندي التتبيله اللي انا مجهزه، بصوا التتبيله بتبقى سايله ازاي، فبدل ما ادي نص كوبايه ميه فابتدي ان انا احط التتبيله دي او ميه. فبدل ما ادي ميه حطيت التتبيله اللي انا كنت مجهزها، ارميها ليه؟ خدت منها جزء، خدت منها جزء وسبت الجزء الباقي، قلت بتبل بيه، بس قلت ليه؟ طب ما انا اوريهم التتبيله بتتعمل ازاي. قبل ما ابتدي اخفق الكلام ده او اقول لكم، بدل ما اوجع دماغكم، ايه رايك ناخد الفاصل دلوقتي يا استاذنا رائع؟ هناخد الفاصل دلوقتي عشان ابتدي ان انا اخفق الكلام دوت وما تعبش دماغكم، ونرجع يكون الطحن تماما. فاصل واعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل طبعا خفقنا اللي هو التتبيله بتاعت الشاورما واحده واحده، ولا يهمكم من اي حاجه. بقت عندنا ايه؟ وبعدين بقت عباره عن عجينه، لو تبصوا عليها كده عباره عن عجينه عندنا من التتبيله اللي هم بيعملوها في الخلاط على طول، وبعد ما بينقعوا اللحمه او الفراخ بيبتدي يعمل ايه؟ يصفيها. انتوا بتلاقوا الميه عباره عن انها لونها احمر تماما، لونها اللون احمر تماما، بيبتدي ان هو يصفي الكلام ده عشان بتنزل كم من الميه كبير جدا. وبعدين الاول بس كده ده الاسترتش بحاول ان انا افكه لكم. الاول قبل ما بهدل ايدي ابتدي ان انا اشوف الليه اللي عندنا عشان مش عايزينها تبقى تخينه قوي كده. هو جزار زي العسل. حبيبي يا سلام. استاذ محمود اهلا بيك استاذنا الرائع. الله يخليك يا سيف عمر، سعادتك يا مساء. سعادتك بخير. انا بخير يا سيدي. والله يا فندم انت بسبب اسمك ده احنا، انا مفروض قابل اسمه محمود كله يا فندم. والله ربنا يكرمك، انا مش سامع. بس ربنا يكرمك على كل اللي بتقوله. اوقف التلفزيون شويه طبعا عشان تسمعني. يا معالي الباشا بعد اذنك. لا يا باشا وقفنا التلفزيون خالص يا باشا. تحت امرك وامرني اوامر يا باشا. معاك اللي امورك يا باشا. احنا نشكر لك بس على الميزان ومحسن الخبز اللي انت قلت لنا عليهم وجبناهم دول. بشكر لك جامد جامد والله يا فندم. يا معالي الباشا الله، منين سعادتك؟ من اجدع ناس. من النيل يا فندم. ده اجدع ناس يا فندم. ايه انا اخوك يا عم؟ في ايه؟ والله ده انت نحسن يا فندم. الله يكرمك. انا شغال في مزرعه بفرد لك فراخ. طيب ايه مش سامع والله، قول لي تاني. بقول لك انا شغال في مزرعه فراخ، عايز اوريك الفراخ. ده انا يزيدني الشرف. انا فديك الساعه. الله يخليك يا سيدي، ما انا اتحرمت منك. الله يكرمك، الله يكرمك سيد الكل. تسلم لي، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. متشكر لسعادتك جدا. بين كيسين او كده بنبط الليه بحيث انها ترفع معايا شويه. وبعدين هنبتدي نجيب اللحمه. ادي مثلا الفراخ وادي اللحمه متقطعين شرايح، وعلى طول نهذب مكاننا. موتي وسمي الان المكان فيه 3000 طبق. دلنا المكان على قسم الغسيل والمكوى، وادي كده نص الخليط، وادي كده نص الخليط. في بقى معلومه عايز اقولها لكم، ودايما اقعد اقولها لكم مش عارف ليه، ما بريحش نفسي ابدا. الخليط احنا دلوقتي حطيناه في التتبيله، حتة نقعد اسبوع وثلاث اسابيع ونسيبه شهر وثلاث شهور في الخليط ده، لا على طول اشتغل. عايزين الولاد يتغدوا شاورما الساعه دلوقتي 3 مساء وربع، هغديهم على الساعه 4 شاورما. انما حتة تصويره التتبيله على عشان يشرب لا. شايفين التتبيله بقت عامله ازاي؟ ها هو اللي انا قلت لحضراتكم عليه مش اكتر. ليه؟ ليه بقى؟ حوالي 30 سنه تقريبا كنت شغال في احد الاماكن. انا كنت بقى غاوي قوي 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 المطبخ زيكم كده. فكان الاخ بتاع الشاورما لما بيجي، الشاورما ليها شيف اسمه شيف شاورما، مش مهلبيه. اللي في الحلو يخش على المعجنات، يخش زي الشيف محمود كده. ما هو الشيف محمود ده مهلبيه، معجنات على حلو على حادي. يا عم ارسى على حاجه يا عم، في حاجه اسمها تخصص خلاص.
عشان نبقى صراحه بس مع بعض. طيب كده الموضوع معايا اتبل، مش هنتبل اللي هي شيف محمود ولا اللي هي ريحه اللازمه انها تتبل. طيب فكان ده متخصص شاورما لحمه مستورده، ما بتعملش انا لحمه مستورده، ما بتقدرش تعملها بلحمه بلدي لسبب، اللي لما يمر حد لازم يشوف تاريخ الصلاحيه امتى، اللي هي بتاعت الشاورما اللي قدامه دي، حتى لو فض جزء من اللحمه يقطع الجزء بتاع التاريخ ويحطه قدامها عشان لو في مرور او حاجه زي كده. فلقيته بيعمل الكلام ده، حط البصل على الثوم على الخل، الخل بيزود السوى وبيفتح اللون شويه. ما نقعهاش في لبن ولا زبادي ولا كلام من ده. الزبادي هيجي عليه النار هيقطع ويدي حاجه كده عامله زي اكل الاطفال، مش هينفع، ما بتاخدش الزبادي. وبعدين معلقه بهارات، ده بالنسبه للكيلو، معلقه كبيره بهارات، بهارات عاديه خالص، خمس فصوص ست فصوص، حبهان نضاف مش قش، مش هروح اجيب القش ومش هطحنهم كده بايدي الهون، لا يطحنوا في المطحنه يبقوا زي السكر البودره، قرفه، ملح، فلفل اسود، والخل. خلصت القصه بتاعتنا. اوريلكم كده الموضوع كده، استاذ عمرو يجيبه لكم كده وشوفوا الدنيا فيها ايه وعامله معاكم ايه والدنيا هنعمل فيها ايه دلوقتي. طيب زي ما انتم شايفين كده اللحمه والفراخ، وبعدين ادي الاستريتش بتاعنا عارفين مشكلتي في الاستريتش عندي منه عقده نفسيه دايما لما اجي افكه ما اعرفش اوله من اخره، والراجل قال لي يعمل لي نضاره في يومين وما عملهاش، قالوش يعني نضاره البرنسيس يعني الاسترتش ليه؟ عشان مش عايز ال 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 الفويل احطه ويحصل تكعب بين الجمع. يا سلام، ادي كده الاسترتش بتاعنا. وهنبدا نعمل موضوع بسيط جدا، دايما كنتوا تسالوني السوى، السوى ايه واعمل ايه؟ اعتبروني بقى حطيت فويل عشان ايه هضيع وقت الحلقه في الاسترتش. وبعدين هنبتدي نجيب كده، وادي اللي هيت وادي الفويل اهوت. لو الفرن شغال اهلا وسهلا. ليه بقول لكم بلاش الفرن؟ عشان ما ضيعش اولع حجره تسحب غاز بكميه كبيره، تسحب غاز بكميه كبيره، فممكن في حل على النار فيها ربع كوبايه ميه، هو بينزل ميته بعد كده على نار هاديه. بنبتدي نجيب ادي كده مثلا، خلاص واضحه الدنيا، دي من احلى طرق الشاورما. خلاص دوروا على النت، دوروا على قنوات اجنبيه، دوروا مش هتلاقوا الطريقه دي، بس اما عملتها والناس عملتها كانت من احلى الحاجات. افرضوا ان اللي بلاش ليا، ممكن طرب قبل كده وريتها لكم بالطرب، افرضوا ان ايه ده ليا مع فراخ يا شيف محمود، ايوه افرضوا ان اللي مش هتلف الموضوع ده معايا، مش مشكله ابدا. هنبدا نجيب كده ادي اللحمه حط على اللي عشان تغذيها، انا اللي كسيت اللحمه بايه؟ بماده الدهنيه اللي تحت، وافرد كده بالشكل ده وجهز لنا صينيه طالما الفرن شغال معاك يا شيفنا، ندخل الكلام ده في الفرن. وبعدين وبعدين يا شيفنا وبعدين، واو دايما الشغل واضحه، اسيبها لكم واضحه قبل ما الفها. اللي هنا مش زي الطرب يا شيف محمود، الطرب كان بيتلف عامل زي السوس رول كده، ولا يهمكم، احنا ال 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 الامر هيؤدي في النهايه لان كل ده هيتقطع بعد كده للي انا عايزه. وادي في ليه الفراخ حط مفروض كده، واخد التتبيله، ريحه التتبيله لما تعملوها ديت هتبص لنا في حضراتكم بتشموا ريحه شاورما، ريحه شاورما من غير جربوها بس، واللي جرب ممكن يقول لكم دلوقتي الدنيا بيبقى فيها ايه. وادي كده وادي كده، خلاص كسينا الموضوع ده كده تمام، حلو قوي كده. وبعدين هنبتدي نعمل كده، ادي اللي ومش لازم انها تكسيل الموضوع ده، يعني افرضوا مثلا اللي نطرت من على اللحمه ولا يهمكم، وهنبتدي نعمل كده بالشكل ده. ها
تمام؟ وهنبتدي نلف الكلام ده كده. بياخد في الفرن تقريبا في حدود ساعة. بياخد في الفرن معايا تقريبا في حدود ساعة. تقليلتين هنبخل عليها بالفويل اهو. تمام؟ تمام. خليته عبارة عن انه سيخ شاورما. مش هيستوي كده هو بالشكل ده يعني. نفس القصة كده. في معلومة بقى. للمرة الأخيرة. أنا ممكن أطلع الشاورما دي من الفرن وأدخلها التلاجة تقعد معايا أسبوع. وممكن أحطها في الفريزر تقعد معايا فترة طويلة جدا. اللية دي أكيد من الفرن أو من الحلة هيبقى لونها أبيض. هيبقى لونها إيه؟ أبيض. معلقة زيت في الطاسة وتتحمر. تاخد اللون بتاع السيخ. هنشوف مع بعض. بس هنا اللحمة كلها بتبقى جوسي في بعضها. و ها ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ بصوا عليها كده وبراحتكم خالص وعلى مهلكم وما تشيلوش هم اي حاجة في الدنيا. الدنيا ابسط منها مفيش. حلو كده؟ حلو كده يا شيفنا. تمام. انا عاوز ايه اكتر من كده؟ وبعدين هنبتدي نروح للفرن. نجيب صينية. ادي الصينية اهيت. وادي المية اهيت. ركزوا معايا بقى. لو الفرن شغال اهلا وسهلا. مش شغال خلاص في صينية او في حلة. ربع كوباية مية كده هي هتنزل ميتها. ونغطي بفويل تاني لو كان على النار او بغطا حل. ما مش معقول احطها على النار كده ليه؟ عشان يطلع بخار فيسوي لي الجزء اللي فوق. طب انا هحطه في الفرن، ما الفرن بيسوي اي حد. فهيستوي من فوق، يبقى لو كان على النار بغطي في حله او بفويل. لو كان في الفرن على طول نحطها كده مكشوفه ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. وبعدين اديني اعلى نار عندك يا سيدي، اديني اعلى نار عندك. شفنا الدنيا كده عامله ازاي؟ ها؟ ايه الاخبار؟ وبعدين يا شفنا وبعدين. تعالى لي كده. ونشوف الدنيا مع بعض فيها ايه. الكلام ده ما بيخش الفرن بيقعد معايا قد ايه؟ بيقعد معايا تقريبا في حدود ساعة. بيقعد معايا في حدود ساعة. وبعدين بعد ما بطلعه من الفرن زي ما قلت لكم والافضل انه يبات. يعني عندي عزومة، عندي اي حاجة، بكرة الخميس عايز اسهر مع اولادي، الكلام ده بقوم اعملها وحطيتها كده. هكون معايا جيلاتينه بحيث زي اللانشون وزي ما انت لو قطعت اللانشون على طول هيفرفت منك. اي حاجه سوء. الديك الرومي لازم يبات، اللحمه البارده لازم تبات. مش تبات، تبرد بس. فهنا بعد ما بدخل الكلام دوت التبريد عندي اصبح عامل زي الجيلاتينه. انا ده عملته وبصراحه اديت معلقه زيت او سمنه او زبده وحمرت وش اللي هي عشان اقول لكم ان هو طالع كده من الفرن او من الحله ابقى انا راجل بكتب. ليه؟ ضروري ولا بد ان الليه هيبقى لسه لونها ابيض. جمال الليه في انها تنزل الدهون اللي فيها ويتفضل لي الجزء دوت اللي هو الناشف اللي بيدي التست العالي قوي. انا واحد من الناس عشان بس ايه؟ شوف محمود انت بتحب الليه ولا ايه؟ انا واحد من الناس عامل دايت وبنزل الوزن وعايش على التفاح والسوتيه وكرهت حياتي يعني. بس مش بكرهكم في الدايت، بس هي دي الطريقه. مش معنى ان انا عامل دايت معنى ان انا اقول لكم لا واو وبلاش ديت واحترسوا. ما ينفعش. هي دي الطريقه بتاعت بره، بس عملناها بصوره ايه يا عموره؟ صورة تكون هادية شوية. هات لنا الكاتل كده، سخن لنا شوية مية للطحينة يا شيفنا. ست أم محمد أهلا بيكي أستاذتنا الغالية. مو
موجود. اهلا بيك، الله يكرمك يا رب. ازاي سعادتك؟ الله يكرمك ويخلي لك اولادك ويفرحك باولادك يا رب. الله يكرمك، الله يكرمك. الله يخليك يا شيخ محمود، اتعلمت كتير منك والله. ربنا يفتح عليك ويجعلك في العالي ويحسن بين ايديك يا رب. الله يخليك. عايز اسال حضرتك سعادتك دلوقتي، لو خدت مني حته عجينه احطها في ايه بالظبط؟ حتى عجينه من ايه يا ست الكل؟ كنت عامله عجينه انا وفضت حته عجينه، انت قلت قبل كده قلت البولش ده ممكن تحطيه في عجينه ثانيه. في كيس، في كيس وفي الثلاجه، ولما تعملي عيش بكره يعني كبيره بكره مثلا بتدخليها يعني فيها. يعني هو عيش بس؟ ولا بتدخلها في حاجه ثانيه؟ لا بولش. غير العيش؟ بولش يبقى العيش بس. العيش بس. الله يفتح عليك دنيا واخره. ماشي محمود. انا شوف محمود انا زعلانة منك صراحه يعني. عاش اللي زعلك. عشان قلت لك كذا مرة على شكلنا ولا عملتها لي ولا عرفت طريقتها ازاي. لو عدى الاسبوع ده عليكي من غير ما تشوف الشكلها، عشان انت بتابع البرنامج كل يوم؟ والله على طول متابعات. لو عدى الاسبوع ده عليكي تاني جبت القناة. لو عدى بكرة الاربع؟ بكرة الاربع باذن الله. باذن الله يا بكرة يا بعده اكون معاك. ماشي يا شيخ محمود. ولا تزعلي نفسك ابدا. ماشي الله يكرمك، انا متابعك والله على طول وبسجل على طول لعندك. ده شرف لينا يا ست الكل. الله يكرمك، الله يكرمك. ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. الله يخليك، متشكرين قوي يا شيخ محمود، ربنا يخلي لك اولادك، متشكرين على اللي في البرنامج كلهم. سعادتك تؤمري اوامر يا ست الكل. قبل ما اخد الفاصل بتاعنا عشان نبدا نقطع ونسوي ونحشي، الباقي امره سهل. هناخد الفاصل ونرجع نشوف نعمل سلطة الطحينة، وعندي الخضروات اهيت، ونشتغل زي ما المحلات السوري بتشتغل بالظبط. فاصل وعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل قلنا هنعمل الطحينة. الطحينة عبارة عن انها بيكون عندي مية سخنة، كمون، كزبرة شطة، وقت شوية الملح، خل، ممكن ملح ليمون، ممكن ملح ليمون. في بيقولوا بنعملها بالميه الساقعه، براحتك. الميه السخنه بتربط معايا الطحينه، وعايز اعملها بالميه الساقعه اعملها، بس انا بعملها بالميه الايه السخنه اللي بيفتح اللون. الخل بيفتح اللون عندي، الخل بيفتح اللون عندي. سنة ملح ليمون صغيرة بتديك المزازة بتاعت الطحينة او المايونيز السوري، وعملنا المايونيز كذا مرة مع بعض. طبعا مدام سنة اسكندرية مرة قالت لي على معلومة ان انا ما بنزل من الطحينة بتقفش معاها، لانها بتنزل بيها على اللحمة من غير ما بتخليها كده تخففها، فبالتالي بتنزل تشرب الميه اللي في اللحمه او الفراخ وتبتدي تقفش معانا. ادي كده سلطه الطحينه، وبعدين هذب مكانك على طول. يلا بينا بقى نبدا نشتغل، يلا بينا نبدا نشتغل. خلاص كده انا بقى كده ايه، الطحينه عندي جاهزه والدنيا عندي جاهزه. هات لي شويه البصل دول كده شفنا، مع شويه زيت بصوت كده، ادي هنا شويه زيت وادي هنا شويه زيت. البقدونس اخر حاجه هتنزل، البقدونس عشان احافظ على اللون. خلاص. وهنا شويه بصله اهمت، وادي الفلفل وطماطم، شويه حاجات كده يعني ايه زي ما الولاد بيعملوا. وادي الطحينه، وادي المايونيز، وادي المسترطه. وبعدين وادي شويه ذره زي ايه الشاميين لعيبه الولاد دول. يا مدام هلا، اهلا بيك يا استاذتنا الغاليه. ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ تسلم ايدك. الله يسلم لي عمرك يا رب. تسلمي لي. مبتكر انت يا شيخ محمود. نعم بقول لك مبتكر. ربنا يكرمك، الله يخليك يا رب. تسلمي لي. الحمد لله، الله يخليك. بعد اذنك عايزين الشكلامه، اتنين طلب على الشكلامه. طيب الشكلامه هتعمل بفضل الله الاسبوع ده. حاضر ان شاء الله. ربنا يديك طول العمر ان شاء الله. الله يخليك ويبارك لي في عمرك. عناية. الله يخليك. شكرا يا شيخ محمود. الله يكرمك، الله يكرمك يا رب. شايفين بقى كده، شايفين اللحمه جوسي ازاي، مش ناشفه ازاي، مش ناشفه. شايفين اللي هي بتتقطع صغير ازاي، غير كده اللحمه هتبك كل الميه اللي فيها دي.
خلاص لو انا قطعتها كده السلايس دوت وابتدي اشوحها. ليه كنت ما بعمل كده؟ اللي هي عامله زي الكرتون باكت كل ميتها وعماله تشرب في الميه. ألذ حاجه بقى ايه؟ الاقي ناس بتعمل الشوربه وتديها بعد ما تشرب ميتها تديها ميه تاني. ليه؟ ليه؟ ما هتنشف. ده هي يا دوبك يا اما يكون عندي جريلا حاميه قوي قوي. الجريلا الحاميه قوي قوي ديت بقوم واخد عليها بعمل لها ايه؟ تشوك اللحمه تشيك. قافل المسامات اللي فيها زي الاسترجانوف. خلاص؟ استرجانوف الروسي. ادي كده البصل يا دوبك حاجه بسيطه يعني، ادي الفلفل. مش عايز الخضار ده يجرى له ايه؟ برافو عليكم. مش عايزه يبقى زي الاكل الصيني زي ما قالت مدام صفاء امبارح، الاكل الصيني مش عايزه الخضار ده يريح معايا، انا عايزه يبقى ماسك نفسه. شويه ملح وبصات كده شفنا. وادي اللحمه اللي عليها اللي هي قبل ما انزل بيها صفصف تجيبها لنا بقى ونشوف الدنيا فيها ايه. ها خلاص عشان بعد كده نخش على الفراخ. يلا بينا يلا بينا. مش هنزل بالبقدونس زي ما قلنا دلوقتي خالص. ابدا بقى قلب لي كده. اخر حاجه هنزل بيها هي الايه؟ برافو عليكم. حاره جدا. يلا. كله هيفك مع بعض اهو. ما اقعدش اقلب في الحاجه، انا بس بفكها. بفكها من بعضها عشان لسه ساعه. ما اقعدش اقلب في الحاجه دي اما الاقي الكلام ده بقى كباب حله. ركزوا معايا في اللي عايز اقوله. ما اقعدش اقلب في الكلام ده اللي معايا الشاورما دي ما يبقى كباب حله. يعني ايه كباب حله؟ ابص لا البصل ده داب معايا والفلفل داب معايا والدنيا بقى ما يعلم بيها الا ربنا. خلاص؟ هاتهالي هنا يلا مش مشكله. وبعدين هنيجي على البقدونس. اخر حاجه هي البقدونس عشان اخليه احتفظ بايه؟ باللون بتاعه وما يريحش. بصوا كده ها ايه الاخبار. وادي الطحينه اهيت مدام سناء لما قالت لنا معلقتين بس عمليه رب. واهو وانا بتكلم مين؟ مدام نجاة. يا مدام نجاة اهلا بيك يا استاذتنا الغاليه. ازيك يا سيف محمود؟ ازاي سعادتك يا ست؟ يا مساء الشاورما يا ستي تيجي لغايه البيت. ربنا يكرمك يا سيف محمود. تسلم ايدك يا رب. تسلم الله بيدك. يكرمك. انت اللي بتخليني اطلب حاجه كل حاجه بتعملها لنا. ربنا يكرمك ويجعلك تتعالى. عشان كده انا ببقى مش عارفه اقول لك عايزه ايه لان كل حاجه تعلمتها منك. اوامر كده يا ست الكل. ربنا سمين. يكرمك ربنا يكرمك يا شيف محمود. الله يخليك. عايزه طريقه البصاره. الايه؟ البصاره. عيني حاضر. ربنا يخليك. تسلم يا شيف محمود. عيني تسلم طبطع. تسلم ويحسن ما بين ايديك يا رب ان شاء الله. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك. تسلمي لي يا رب. ربنا يخليك. تحت امرك تحت امرك. هنبتدي نقطع الايه بقى؟ اللي عليه الدور. يبقى ادي هنا اللحمه لو بصينا كده على السلايس بتاع اللحمه ها ايه وطريه مش ناشفه. شايفين عامله ازاي؟ حلوه قوي. وبعدين هنبدا نيجي على اللحمه بقى الفراخ. بصوا عليها كده اهي. احنا خدنا الموضوع باستفاضه وبالراحه. شايفين الفراخ بتقطع ازاي؟ كانه سيخ شاورما بالظبط. خلاص؟ يبقى ايه هي العمليه؟ بتبقى عمليه فكر. ازاي انا اعالج الحاجه دي وتطلع معايا افضل؟ شايفين هنا الفراخ عامله ازاي؟ هنا الفراخ انا لو حطيت بالذات الصدور غير الوراك. ليه؟ الوراك بيبقى فيها الموزه وبتبقى جوسي شويه، اما الصدر بيبقى دايما حتى في الدايت بتبقى لما تيجي تاكله تحسه انه خشن شويه. فده نتيجه كمان للشوي، الشوي لازم يتشوي على نار عاليه جدا. نار عاليه جدا. يلا بينا نيجي هنا الاخبار. ادي البصل اهو وادي الفلفل الحار. خلي الاولاد هنا ينبسطوا. وادي الفلفل الحار ما يعلم بها الا ربنا عشان يبقى يوم زي الفل كده عليهم عشان يندموا على انهم قالوا لي سيب لنا سندوتش يا شيف محمود. وادي شويه الملح. تمام؟ مش عايز الكلام ده برضه يريح مني. وادي الايه؟ نحطها قصاد استاذتنا الغاليه ومصورتنا الرائعه الاستاذه صفاء. اهو تمام كده يا شفنا. وبعدين
كده الامور اتلمت خالص خالص خالص. اللي جاي سهل جدا جدا جدا. ايه هو؟ التعبئة. يا عم انت بقالك ساعة بتعمل فيها. ايوة طبعا. ولازم اقعد ساعة اعمل فيها. لان انا لو جريت في عمايلها حضراتكم مش هتركزوا معايا. ولو ما ركزتوش معايا ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا كأني ما عملتش اي حاجة. هاتلي بقى كده فراخ الاخبار يلا. كفاية قوي كده. تعالى لي هنا هاتها هنا جنب اخواتها. وايه؟ نشوف هنعمل ايه. واتفنى النار. يبقى انا هنا حفظت على الجوسي بتاع الفراخ او اللحمة. اديني شوية بقدونس. شايف البقدونس بيتحط امتى والريحة ما تروح. انا ما بعملش خلطة محش عشان اخلي البقدونس يستوى معاها وادن اقلب اقلب. لا البقدونس انا عايز احتفظ بيه. دي اعشاب عطرية. بقدونس، كزبرة، زعتر، روزماري، ريحان، كل ده الشبت فيها زيوت. الزيوت دي مش عايزها تطير بالسخونية. عايزها هنا احافظ عليها. كده احنا خلصنا الدنيا تماما. شوية جدعانة بقى زي الولاد بتوع الشام هناك في لبنان. على العسل والله. انا بقول عيال محبة. محبة عشان بس لو حد فيهم بيتفرج عليا يعرف ان انا ببقى يعني ايه اتعلمت من الناس دي حاجات حلوة قوي. ادي الدورة هوت وادي الحاجة هيت كده. مصورنا الرائع يجيبها لنا بقى. عايزين ندي سندوتش طحينة زيادة اهلا وسهلا. عايزين ندي مايونيز اهلا وسهلا. وده اللي احنا نبدأ نعمله دلوقتي. الباقي كل الله. دورة يا شيف محمود قال اها. في سوريا وفي لبنان بيعملوا بس ما بيعملوش بعيش تورتيلا بقى. بيعملوه بايه؟ بالعيش اللبناني اللي عندهم. هوسة 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 العيش اللبناني اللي عندهم. ويلفوه يعني بجد يعني صنعة. كل واحد وليه صنعة. مدام كريمة اهلا بيكي وباهل اسكندرية جميعا. ربنا يعزك يا رب. الله يكرمك. معاك يا ست الكل. محمود. الله يكرمك يا ست الكل. تسلمي لي يا رب. الله يسلم ايدك وتسلم عينيك ويسلم لسانك دايما على بجد. احنا بنتعلم حاجات حلوه كتير. واهم حاجه ان انت دايما بتذكر الناس اللي دايما بنتعلم منها. ودي احلى حاجه والله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يخليك يا رب. تسلمي لي كده. وحتى انت انا اتعلمت منك كتير. لا 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 ده العفو. احنا انا اللي بتعلم منك والله. الله يكرمك وبارك لي في عمرك يا رب. تسلمي لي. احنا تلامذتك يا شيخ محمود. الله يخليك يا رب. تسلمي لي يا رب. ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. ربنا يعزك. انا بقى بالنسبه للشاورما الجميله دي انا كمان بعملها بالجلاش يا شيخ محمود. بتبقى تحفه. بس ورقات الجلاش الخلطه السحريه الحلوه اللي بنقلل منها الدهون اللي هي بالزبادي والبيكنج باودر والكلام ده. يا سلام. بتبقى في منتهى الروعه. وبتبقى كده زي السوريين عندنا مشهورين جدا طبعا دلوقتي بقت في مصر واسكندريه. طب ليه بتحطي بيكنج باودر على الجلاش؟ بيورق يا شيخ محمود وبيدي نفس يعني القرمشه مع معلقه نشا كمان. نفس ما كانت طبعا حنان عاملنا الفطير الجميل اللي طبعا يعني غزا الدنيا كلها وكلنا دلوقتي بقينا نعملوه. ده غزا العالم. ده اخبارها في الصحف في لندن وفي فرنسا. ايوه يعني اقول لك ايه بس مع حنان. اقول لك يعني الشو يا حبيبي. ربنا يكرمك. تسلمي لي. ربنا يعزك ودايما كده نتعلم منك وما نتحرمش من وصفاتك ولا من وصفاتك الجميله ويجعلوا قدام حسناتك لاولادك يا رب. تسلمي لي. تسلمي لي. ربنا يكرمك. شاكر جدا اهل اسكندريه. مدام كريمه اخت احلى حاجه بقى في مدام كريمه دي بقى شوفوا لفنا قنوات عاملين زي الكعب الداير. وهي بسم الله ما شاء الله عمرها ما سابتنا يعني. اخت لينا غاليه يعني. وبعدين حد شاطر على فكره في المطبخ جدا يعني. ايه الاخبار؟ شايفين الدنيا ماشيه عامله ازاي؟ وبعدين يبقى شويه الخضروات دولت مع الشاورما هم اللي فيهم الطعم المميز. كنا واحنا صغيرين ما بنحبش البصل على الحاجه. لكن من احد الحاجات اللي بتخلي الحاجه حلوة جدا هو البصل. وادي كده السلام بقى. شوية تومية مثلا، شوية مايونيز،
ما تجيب لنا يا عم علاء المايونيز يا سيدي. الولاد سكتوا ليه مره واحده كده؟ انا حاسس ان النور قطع علينا. وادي شويه كده مايونيز او توميه. واو تمام؟ تمام يا شيفنا. تعبيه بقى. طيب انا عايز اعمل الكلام ده في عيش تورتيلا، اقدر ان انا اعمله في عيش تورتيلا. يعني ده بيرجع لي ان انا الفه وعملنا العيش او فرقاه طري، يا اهلا وسهلا. وادي كده. وادي كده. يبقى ادي الشاورما بتاعتنا، وهتلاقوا الموضوع جوسي جدا. نجيبها كده قصاد مخرجنا الرائع. وانا بكلم الاستاذه ماجده الغاليه. استاذه ماجده اهلا بيكي. الو السلام عليكم. عليكم السلام استاذتنا الغاليه. ازي حالك؟ ازاي سعادتك؟ ربنا يحرمنا منك يا سيد محمود ومن وقفتك بصراحه. الله يكرمك. الله يكرمك. الله ربنا يديك الصحه يا رب. الله يحفظك وتكرمنا وتعيش لينا كده يا رب العالمين. ربنا يبارك لنا في عمرك يا ست الكل والله. الله يخليك يا رب. تسلم لنا يا غالي والله. الله يكرمك. اوامر يا ست. عايزه منك مقادير الكايزر دلوقتي النبي يا شيخ محمود. الكايزر؟ اه. طب يلا يا ست الكل. انا من شويه كنت خارجه وجيت من شويه كده. بس على فكره الكايزر اللي معايا ده مش انا اللي عامله. امال مين؟ لا ده جايبه جاهز طبعا. اكذب. طيب انا عايزه منك مقادير الكايزر منك بصراحه يعني. الا مجهود الناس. يقول لك الا حاجه الناس ما مدش ايدي عليها ابدا. يا رب يديك يا رب يكرمك يا رب. الله يخليك يا رب. تسلمي. الله يخليك. انا عارف واسمعك. عينيا. حلوه قوي. دايما يقول لي الا حاجه الناس ده الا بتاع الناس. هو اول واحد اشك فيه. طيب نقول دلوقتي عباره عن كيلو من الدقيق، يا ريت يكون دقيق قرق شديد، او ياخد معايا محسن. هياخد 550 مللي ميه، هياخد 20 جرام خميره او نضرب في 3 لو كانت خميره افران. هياخد مني 50 جرام سكر، هياخد مني 50 مللي زيت، والزيت نخليه اخر حاجه. هياخد مني 20 جرام من الملح. هنعجن العجينه كلها لمده 3 دقائق، بعد كده ادي الزيت نعجن كمان مثلا كمان 3 دقائق. ما اخليش العجينه تخمر، على طول اشكلها واحطها في فرن مثلا مطفي واغلي حله ميه. تمام. وبعد ما تغلي حله الميه ديت اقوم مدخلها الفرن. درجه الحراره هنا بتعلى وبتندي على العيش. هلاقيت نفخ او خمر، فرن يكون شغال عندي، يا ريت نار فوق وتحت. هي دي القصه، ان لازم الفرن يكون شغال نار فوق وتحت. وادخله الفرن هيطلع مني احسن من الشيف محمود ومن مين بالظبط كده؟ واصحاب الشيف محمود. خلينا ايه، خلينا احنا اللي حلوين. وبعدين يا شيفنا انت على طول لمت كده يا شيف محمود. اه على طول تسخر من كل شيء يا شيف محمود. ايوه ادي كده الكايزر. يبقى احنا عشان نبقى صراحه نص كيلو فراخ عمل لنا 2 4 6 7 2 4 6 7 ومتوصي كمان. انا ما اعرفش اقول واحد بكام دلوقتي من اكلت الشاورما بكام دلوقتي. انت بتاكل فول وطعميه يبقى بخمس كفوف ثلاثه. ما تقول بكام على طول يا سلم. 35 15 جنيه. ها الله شكلك ما بتاكلش شاورما. وطبعا زي ما احنا بنهتم بالشاورما بنهتم بالاكل، هنهتم بحد عزيز علينا ضحكته دايما تملى الاستوديو بتاع النايت لايف هنا عندنا. زي ما قلت لكم احنا اخوه. هي عماله تضحك اهي بس انا مش هجيب سيرتها. طب مش قايل عيد ميلاد صفصف الغاليه. صفاء دي من ايام من كل بلد اكله يا جماعه. انتم ملاحظين يعني من اعز الاخوات ليا انا والشيف احمد القاضي. وحد على طول بجد والله ضحكته ماليه المكان. وعايز اقول لكم الدنيا فيها مشاكل، ما فيهاش مشاكل صفاء تضحك على طول. يعني لا اديني شويه من اللي عندك. فكل سنه وانت طيبه يا صفصف، وان شاء الله باذن الله هخلص ونفتح التورتايه بتاعتك. ادي كده اللحمه عندي اهيت. عايزكم تبصوا على اللحمه هتلاقوها ما شاء الله ايه
طرية وجوسي وحلوة جدا، ان شاء الله تعجبكم جدا. وادي كده، املى شوية يا عم املى الشكل ده. يبقى هنقول تاني احنا عملنا ايه. هات لنا بل مش بمزاجك اكيد. ما هعملك شاورما. طيب طبعا احنا فضلنا دقيقه ونخلص. عايز اقول لكم يعني ايه، انا بالنسبه لي برنامج اكل شاي هو مش برنامج فقط لتعليم الطهي او لتعليم وصفات بسيطه لست البيت. هقولها تاني يعني، وصفات بسيطه لست البيت. انا ما بعلمش شيفات، الشيفات مش محتاجين حد يعلمهم، لكن احنا بنحاول نقدم معلومه حلوه للست البسيطه المصريه انها تقدر تعمل لاولادها حاجات زي اللي احنا بنعملها دي وفي منتهى السهوله. وشفنا، انا ما اعرفش الاولاد قالوا لي سندوتش الشاورما بكام بره، ولكن اكيد سبعه. لو قلنا ان هو ب 25 جنيه هنقول 6 ب 125 جنيه، يبقى انا موفر تقريبا اكتر من النص. اللحمه لما نجيبها هنجيبها اللي هي البوفتيك. عايز اجيب لحمه مستورده اجيب لحمه مستورده، مفيش اي مشاكل ابدا ولا عيب ولا حرام. اللية مش عايزين نحطها بلاش، لكن هي اللي بتدي التست العالي قوي في الشغل بتاعنا. شايفين قطعه اللحمه عامله ازاي؟ في فرق بين ان قطعه اللحمه معاكوا طريه كده وبتتحرك معايا كده، وفي فرق من ان لو خليتها صفت ميتها هتبصوا تلاقوا الدنيا معاها عامله ازاي. هتبصوا تلاقوا الدنيا مع اللحمه عباره عن انها يعني قطعه اللحمه ماليه روحها، يعني ماسكه روحها. قطعه اللحمه ماسكه روحها، مش عايزه تروح يمين ولا تروح شمال، خلاص. اللي هو بقول لكم عامله زي الكرتون. انا النهارده انا بشكركم جدا، ممكن نكون عملنا حاجه بسيطه جدا، ولكن انا بالنسبه لي بحس انها حاجه جميله ليكم ولحضراتكم. ربنا يخليكم لينا، ما يحرمنا منكم ابدا، ويجعلكم دايما في العالي. القاكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله.